كرمت المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بجائزة شخصية العام لعام 2018، وذلك لما تحقق من نجاحات في برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان والذي حقق كافة معايير المنظمة. وعملت وزارة الداخلية على تطوير العديد من جوانبه وتطويعها وفق متطلبات المجتمع المحلي وقيمه وتقاليده، وبما يساهم في حماية النشء والشباب ووقايتهم من العنف والإدمان. وتسلم الجائزة نيابة عن معالي وزير الداخلية معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بحضور وفد من مملكة البحرين يمثل فريق معا، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم بهذه المناسبة بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث أكد معالي السفير أن الإنجازات التي حققها برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان تعود إلى التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من قبل معالي وزير الداخلية. وقد أوضحت المنظمة الدولية في حيثيات فوز معالي الوزير بهذه الجائزة المرموقة بأن الوزارة أحرزت خطوات متقدمة في هذا المجال مقارنة بجميع الجهات المعتمدة لهذه المنظمة. وفي هذا السياق أشاد السيد فرانك بيغاروس رئيس المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان بدور معالي وزير الداخلية في تفعيل البرنامج وتهيئة الظروف لتحقيق النجاح المطلوب، منوها إلى ما حققه برنامج معا منذ انطلاقته وتطبيقه في مملكة البحرين عام 2011، ومن ذلك اتساع مظلة البرنامج على مستوى المدارس وزيادة عدد المستفيدين منه وتقليل نسبة السلوكيات الخاطئة واعتماد مؤشرات قياس الأثر وفق المعايير العالمية. كما أعلنت المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان منح معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية منصب عضو في مجلس إدارة المنظمة، ليصبح بذلك أول شخصية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تنال هذا المنصب داخل المنظمة العالمية منذ نشأتها عام 83. وقد أشاد السيد فرانك بيغاروس رئيس المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان بدور معالي السفير ودعمه لبرنامج معا لمكافحة العنف والإدمان والذي تنفذه مملكة البحرين بتعاون مع المنظمة، منوها إلى أن معالي السفير يعد مؤسس للبرنامج وتولى إدارته مما يزيد عن 6 سنوات، وهو ما كان له الأثر البالغ في تعزيز التوعية ضد العنف والإدمان.